والاهتمام بالبيئة إلى توزيع 1800 شجرة من النوع المثمر على ساكنة القرى بضواحي غليميم. البادرة تمت بتنسيق مع إحدى الهيئات الفرنسية العاملة في الحقل البيئي، وهي تروم تشجيع المزارعين بالوسط القروي لتوسيع مساحاتهم المغروسة. في المتابعة حافظ محضار ومحمد بعيرس. لفائدة سكان العديد من الدواوير التي تتوزع بهذا المجال الفلاحي، نظمت هذه الحملة التي همت توزيع مجموعة من أصناف الأشجار المثمرة. المبادرة مشتركة بين جمعية محلية وأخرى وافدة من فرنسا، تسعى إلى تنمية أنواع زراعية جديدة ودعم أنشطة الفلاحين بهذه المناطق القروية. الهدف بالطبع هو بيئي اقتصادي، وهو عبارة عن تنمية مستدامة، لأن الخروب وهذه الأشجار مفيدة لا من حيث عطائها الفاكهة، وكذلك تربية النحل الذي نحن عازمون على تطويره في هذه المنطقة. وقد قمنا بتكوين 7 شبان من دوار مويفيس والشابات في هذا الإطار، ونحن نمهد لتكوين تعاونية متخصصة في الأشجار المثمرة، تنميتها وتثمينها وكذلك تربية النحل. حضور أفراد هذه الهيئة الفرنسية التي تنشط في القضايا البيئية شكل مناسبة لتبادل الأفكار والتجارب مع المزارعين المحليين حول الطرق المتبعة في تنمية أنواع الأغراس والتقنيات الحديثة التي يتم انتهاجها لتطوير الأنشطة الزراعية بالمناطق الفلاحية. نأتي هنا كل سنة من أجل زرع أنواع من الأشجار المثمرة لفائدة السكان المحليين، ونحن نهدف من وراء هذا النشاط وبشراكة مع الجمعية نهدف تبادل الخبرات في المجال البيئي، حيث نستفيد من السكان القرويين المزيد عن البيئة كوننا من سكان المدينة، وهذا شيء مفيد بالنسبة لنا. مبادرة إذن ستسهم في توسيع المساحات المغروسة بالمنطقة وإدخال تقنيات حديثة ستساعد على الرفع من الإنتاجية الفلاحية.